إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد الجيش الروسي احترامه وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو بشكل أحادي، متهما كييف بمواصلة القصف. ومن المقرر أن تستمر الهدنة الروسية في أوكرانيا 36 ساعة حتى نهاية يوم غد السابع من كانون الثاني، وذلك بمناسبة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس. هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه وزير الدفاع بلاده إلى وقف إطلاق النار، انطلاقا من أن أتباع المذهب الأرثوذكسي يعيشون في مناطق القتال، داعيا في بيانه أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار والسماح لهم بحضور الصلوات في ليلة عيد الميلاد. من جهتها أوكرانيا أعلنت رفضها دعوة الكرملين لوقف إطلاق النار، معتبرة أن تلك التصريحات بمثابة النفاق، فيما صرح مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك بأن الهدنة تعني مغادرة القوات الروسية لأراضيهم، مشيرا إلى أن تصريحات الكرملين تمثل خدعة سياسية لن تنطلي عليهم. وفي إطار ردود الفعل على إعلان الرئيس الروسي وقف إطلاق النار اليومين المقبلين، اعتبرت الخارجية الألمانية أن القرار ليس إلا مزاعم ولن يجلب الحرية ولا الأمان لمن يعيشون في مناطق التصعيد. وبيّنت وزيرة الخارجية الألمانية أن أي تهدئة لابد أن تكون بسحب روسيا لجنودها، وأن أي هدنة مؤقتة تعد مواصلة للحرب وليست دعوة للحوار الدبلوماسي. على صعيد متصل، صرح متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيرحب بأي هدنة في أوكرانيا خلال عيد الميلاد عند الأرثوذكس، إلا أنه أشار بأن القرار لا يعد سلاما عادلا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. فيما تلا ذلك تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أشار فيه إلى أن نظيره الروسي يسعى من خلال قراره إلى متنفس ووقت مستقطع لجنوده وليس للتهدئة وإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن القوات الروسية كانت تسعى في الأيام الماضية لقصف مدارس ومستشفيات ودور عبادة، معتبرا وفق تصريحاته بأن قرار الهدنة ليس للهدنة. من الصعب على أوكرانيا النظر إلى الهدنة الروسية بحسن النية، فهي التي عانت من أهوال حرب على مدار 11 شهراً. فالهدنة التي تستمر 36 ساعة أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس. أوكرانيا لا ترى فيها بادرة سلام بل خدعة حرب. الآن يريدون استخدام عيد الميلاد كغطاء لوقف تقدم رجالنا لفترة وجيزة في دونباس وجلب المعدات والذخيرة وتحشيد القوات بالقرب من مواقعنا. ما الذي سيجلبه هذا؟ مجرد زيادة أخرى في أعداد القتلى. الجميع في العالم يعرف كيف يستخدم الكرملين فترات الراحة في الحرب للمواصلة بقوة متجددة. الرأي ذاته يتشاركه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني، فبايدن يرى أن الهدنة الروسية محاولة من بوتين لتنفس الصعداء بحسب تعبيره، على أن الحالة في 25 من الشهر الماضي في عيد الميلاد الذي يحتفل به الكاثوليك كان مختلفاً، فقد كان الرئيس زيلينسكي هو من طلب هدنة بمناسبة الأعياد وموسكو التي رفضت الاقتراح، قائلة إنه على أوكرانيا قبول خسارة الأراضي لصالح روسيا قبل إحراز أي تقدم. بهدنة أو بدونها، تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا لا يتوقف، ففي أحدث تطوراتها الولايات المتحدة تعتزم إرسال حزمة أسلحة جديدة تبلغ قيمتها 2,800,000,000 دولار أمريكي، كما أن ألمانيا قررت إرسال أسلحة لكييف منها بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت. روسيا وعقب الإعلانين الأمريكي والألماني قالت إن واشنطن لا تأخذ في الحسبان العواقب المحتملة لهذا المسار الخطير، مشددة على أن تصرفات الإدارة الأمريكية تشير إلى عدم وجود أي رغبة في تسوية سياسية. أرحب من كييف برئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية دكتور محمد فرج الله، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد.
لماذا ترفض كييف هذه الهدنة؟ ألا تعتبر فرصة لها على الأقل كما تتهم موسكو بأنها تحاول لملمة الأوضاع ومن ثم العودة من جديد؟ سبب الرفض بشكل واضح ما هو، أو ما السبب الحقيقي لرفض أوكرانيا لهذه الهدنة؟ تحية لكم سيد الكريم، مشاهديكم في كل مكان. سيد الكريم، عندما يتحدث بوتين، هنالك قناعة في أوكرانيا هنا، عندما يتحدث بوتين عن الرغبة بالسلام فهو كما تحدث الشيطان عن الفضيلة. الحرب عندما بدأت في الغزو الروسي للدنباس وللقرم منذ عام 2014، جرب الطرف الأوكراني مع الروس 9 هدن معلنة وتواريخها لا أريد أن أسردها الآن ولكنها موجودة. لم تلتزم روسيا يوما بأي من هذا أولا. ثانيا، في ليلة رأس السنة الأخير طبعا، 31 ديسمبر و1 يناير و2 يناير، وهي طبعا أعياد وقيم ليس فقط مسيحية وإنسانية، كلنا في كييف رأينا وابل الصواريخ هنا فوق رؤوسنا، والمسيرات الإيرانية شاهد في سماء العاصمة كييف، والقصف مستمر 3 أيام. هذا يدل بأن النظام البوتيني في روسيا ليس لديه أي نوع من القيم. الكنيسة البطريركية التي يقف رئيسها إلى جانب بوتين، في آخر 3 شهور الاستخبارات الأوكرانية تقبض ما لا يقل عن 100 جاسوس تحت عباءة هؤلاء القساوسة. إذن حتى الكنيسة أصبحت في الموضوع تستخدم روسيا للجواسيس. لذلك الآن أوكرانيا واضحة في مبدئها، تريد سلاما عاما، سلاما شاملا، وليس فرصة سوف تستخدمها روسيا. كما نعلم جميعا في الفترة الأخيرة الجيش الأوكراني يحرز تقدما قوي على الأرض، الجيش الروسي تكبد 4 خسائر مخزية وهزائم قوية آخرها في خاركوف وخرسون، الجيش الروسي لملم كل أشلائه ووجهها نحو باخموت، وحتى أنه في باخموت عاجز أن يقوم بشيء. وهنا يقوم مستشاري بوتين يقدم له النصيحة بأن يعرض هذه الهدنة لمحاولة إحراج أوكرانيا على المستوى الدولي في هذا العيد المسيحي. نعم. هنالك أي إحراج يمكن الحديث عنه سيد محمد؟ والمجتمع الدولي كله يقف مع أوكرانيا ضد روسيا، هذا في الشق الأول. وفي الشق الثاني، عندما نتحدث عن الهدنة وبأن أوكرانيا عرضت أكثر من مرة محادثات سلام، ومؤخرا بوتين أيضا اقترح وتحدث بأنه هناك مجال للتفاوض وباب التفاوض مفتوح بشكل أو بآخر، ولكن بشرط أن يكون أوكرانيا بالدرجة الأولى بعيد عن إملاءات وشروط الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. سيد الكريم، أولا النقطة الأولى أن الغرب يقف مع أوكرانيا، هذا مكسب أوكراني دولي، لأن روسيا أرادت أن ترعب العالم عندما غزت أوكرانيا. النتيجة عكسية تماما، الصلابة الأوكرانية والبسالة الأوكرانية كسبت المعركة السياسية، وأصبحت روسيا اليوم معزولة دوليا سياسيا ودبلوماسيا. أما العالم يقف مع أوكرانيا لماذا؟ هل يقف العالم مع أوكرانيا لغزو روسيا؟ لا، العالم يقف مع أوكرانيا لأن أوكرانيا تدافع عن أراضيها، الآن المعارك على أرض أوكرانيا. العالم يقف مع أوكرانيا، الغرب يقف مع أوكرانيا، كما وقفت دول عربية مع مصر عندما تعرضت لغزو. هل هذا هو السبب الحقيقي سيد محمد؟ هذا مهم. بالطبع هذا هو السبب الحقيقي، أما غير ذلك المصالح تأتي ثانويا. بوتين الآن هذه الحرب هي حرب القيم، بوتين أراد أن يفرض على العالم نظاما جديدا، رؤية جديدة، وهي منطق الغاب، القوي يأكل الضعيف. العالم يريد أن يحافظ على ما تبقى من قانون دولي واحترام السيادة. هنا المفصل وهنا نقطة فعلا الانتقال بين العالمين هي أوكرانيا. العالم أدرك بصمود أوكرانيا سوف نثبت قيم احترام السيادة. لو أوكرانيا سقطت يعلم العالم جيدا وأوروبا أولا بأن الدب الروسي ذهب إلى أوروبا وليس أهدافه إلى أوكرانيا، وهنالك في التاريخ دروس كثيرة بعدما قامت روسيا بإحتلال أوكرانيا توغلت. أنقل لك بعض القراءات المخالفة. أما موضوع المفاوضات، أنقل لك، سأعود إلى موضوع المفاوضات، ولكن كي لا نتجاوز هذه النقطة، بعض القراءات المخالفة لما تفضلت به على مسألة الدب الروسي والذي يحاول الاجتياح والوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. روسيا كانت ملتزمة بعد عملية القرم، هذه قراءة أنقلها لك،
اعترافات أنجيلا ميركل الأخيرة وأيضا فرنسا باتفاقيات مينسك التي تم مخالفتها بشكل واضح مع روسيا، هي من دعت روسيا إلى التحرك، والانضمام مسألة انضمام أوكرانيا إلى الدول الاتحاد الأوروبي، وروسيا تحاول تحقيق أمنها القومي، وتحقيق هذا الأمن لا يأتي بوجود الاتحاد الأوروبي على الحدود الروسية، وبالتالي هي عملية خاصة بدأت فيها روسيا لضم المناطق التي يعيش فيها الانفصاليون الروس الذين تمارس عليهم أيضا إجراءات أوكرانية بشكل أو بآخر من ناحية التضييق. هذه قراءة تتحدث عن هذا الموضوع، وأيضا تتحدث بأن أوكرانيا ليست هي من يقاتل، إنما الدول الغربية هي التي تقاتل وتدعم أوكرانيا بالسلاح لمحاولة إضعاف روسيا بموقف دولي وإبراز دور الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك على هذا السؤال. كثير ما من المتابعين أو القراء للأسف يقرأوا المصطلح ويقرأوا اسم الجملة ولا يقرأوا ولا محتوياتها. لو فتحنا سيد الكريم اتفاقية مينسك نرى بأن بنودها 11، ونرى بأن اتفاقية مينسك تم توقيعها لإعادة دمج الدنباس ضمن الأراضي الأوكرانية، وكانت تضمن كل حقوق الأقليات التي لم تنتهك أوكرانيا. إذن اتفاقية مينسك تأتي إلى ماذا؟ إلى عودة الأراضي الانفصالية إلى أوكرانيا وليس عكس ذلك. في حين روسيا استغلت الاتفاقية لعملية كسب الوقت وعملية زرع المزيد من الأجسام الغريبة في جسم الدولة الأوكرانية. متى مات اتفاقية مينسك؟ عندما وصلنا إلى البند أعتقد 9 أو 10 الذي ينص على إجراء انتخابات محلية داخل أراضي الأوكرانية المحتلة روسيا وتحت القانون الدولي، وعندها أهل الدنباس الذين تحت الإدارة المحتلين عند تحت الاحتلال الروسي يقرروا، وهذا القانون هنا بدأت روسيا تتملص منه، لأنه لو جرت هناك انتخابات بالقانون الدولي بعيدا عن فوهة البنادق سيصوت كل من هم بالدنباس إلى صالح الانضمام لأوكرانيا، لأنهم جربوا ماذا تعني روسيا. روسيا لا تجرب إلا الخراب والدمار ولا شيء ذلك. مثال بسيط، الدنباس محتل روسيا منذ عام 2014، روسيا لم تبني طريقا ولا مستشفى ولا مدرسة ولا أي شيء، في حين أوكرانيا ازدهرت. أما موضوع أن الغرب يقاتل، أنا هنا في الحرب لم أغادرها منذ اليوم الأول، لم أرى لا جندي أمريكي ولا بريطاني ولا الرئيس الأوكراني عندما زار الكونغرس في الأخير قال بوضوحا لا نريد جنود أمريكيين، لا نريد جنود أجنبيين، فقط بالسلاح. نعم. وعندما لا تكون دولة عن جنود. تطلب سلاحا للدفاع للدفاع عن أراضيها هذا حق مشروع. أما موضوع كيف يستغل بوتين، خدع نفسه عندما قرأ الواقع الدولي كضعيف، وهو ورط نفسه وصعد على شجرة ويريد من ينزله منها. بوتين اصطدم بالقوة الأوكرانية والتشبث الأوكراني، لذلك البروباغندا الروسية تريد أن يقول بأنه يحارب الغرب. أما موضوع الناتو، نعم. سيد الكريم، حتى هذه قبل أن نتجاوز هذه النقطة، لم تنضم للناتو. قبل أن نتجاوز هذه النقطة وأعود للتصحيح في مسألة مينسك تحديدا لتوضيحها فقط، لأنك تحدثت بأنه هناك بعض القراء لا يقرؤون ما بين السطور. نعلم بأن الاتفاقية كانت لها بنود، ولكن تصريحات ميركل هي التي قلبت الموازين عندما تحدثت بأنه تم التوقيع وكانت هناك تأكيدات مسبقة بأنه لن يتم التنفيذ. والرئيس الأوكراني بورشينكو تحدث، هو أول من كشف بأنه وقع الاتفاقيات ولم يكن ينوي تنفيذها، وبالتالي هناك انقلاب على هذه الاتفاقية، وهو هنا ما نتحدث به وما تحدث به أنا نقلا عن ما جاء بأنه سيكون هناك تحرك روسي. الآن بشكل أو بآخر التقييمات لهذا الموقف بعد خرق هذه الهدنة، اتهامات كييف بأن روسيا هي التي خرقت الهدنة، وروسيا أيضا ترد بمثل هذه التصريحات. الموقف، الجميع يتحدث عن تأزيم الموقف بشكل أكبر في الأشهر القادمة، وعن حرب أكبر في الأشهر القادمة بعد تغيير الاستراتيجية للجيش الروسي، وبعد الدعم الكبير أيضا الذي تحصل عليه أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. هذا في مصلحة من بالدرجة الأولى؟ سيد الكريم، العالم كله اقتنع بأن الطريق نحو السلام بدعم أوكرانيا بالسلاح. لماذا؟ قبل الغزو، أولا مجرد أن تحدث عن غزو، لا يحق لدولة أن تغزو أراضي دولة أخرى ذات سيادة مهما كانت نبرر. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، بوتين أراد أن يفرض على العالم إملاءاته وخسر الرهان والآن يدفع الثمن. أما الشعب الأوكراني، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
قبل الحرب قال بأنه مستعد للتفاوض، وبعد الحرب عندما كانت الوساطة التركية في أبريل ومايو أوكرانيا ردت بليونة على الخمس نقط المطلوب المقترحة من روسيا، أوكرانيا موافقة على الحياد. ولو عدنا قليلا بالتاريخ يا أستاذ الكريم، أوكرانيا في عام 1994 كانت ثالث أكبر ترسان نووية بالعالم، كان لديها 2000 رأس نووي. تتنازل أوكرانيا عن الترسان النووية الثالثة بالعالم مقابل ورقة اسمها مذكرة بودابست السلام وضمانات. من الذي خرق هذه الضمانات؟ روسيا. لذلك أوكرانيا اليوم لا تثق أي شيء برأي روسيا. أما موضوع الآن، ما تقول روسيا التفاوض أو مصطلح بوتين بالتفاوض أن تنسى أوكرانيا 4 أقاليم، وأوكرانيا اليوم غير مستعدة للتنازل ولا عن متر مربع واحد من أراضيها. عندما فقد العالم الأمل بأن بوتين يمكن أن يتوافق على أسس القانون الدولي، وآخر مقترح أوكراني كان قبل نهاية العام الماضي قدمته أوكرانيا التفاوض في الأمم المتحدة برعاية أنطونيو غوتيريش وعلى أسس القانون الدولي، ولكن عندما يكون غريمك لا يحترم القانون الدولي هنا يبقى الكلمة العليا وصلت للسلاح. نعم وصلت الرسالة والصورة بشكل واضح. قررت أوروبا أوروبا دعم أوكرانيا بالسلاح لتعزيز موقفها بالتفاوض وحماية سيادة أوكرانيا. شكرا لك. نعم شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية دكتور محمد فرج الله كنت معنا من كييف، شكرا لك. ورحب مباشرة من موسكو بالباحثة في العلاقات الدولية لنا بيدفان، أهلا ومرحبا بك معنا. سيدة لنا سأبدأ معك بالاتهامات التي يتم إطلاقها الآن ما بين روسيا وما بين أوكرانيا بخرق الهدنة. روسيا تتحدث بأنها ملتزمة، وأوكرانيا أيضا لديها تصريحات بأن هذه الهدنة ليست إلا نفاق من قبل روسيا. تقييم الموقف الآن في هذه اللحظات وفي هذه الساعات مع استمرار عمليات القصف في أي سياق يمكن وضعه؟ بالتأكيد يعني روسيا عندما عرضت من ذات نفسها هذه الهدنة وفق التقاليد المسيحية الشرقية التي يتبعها غالبية الروسية وأيضا الغالبية الأوكرانية، لذلك نسميها هي بوادر خير دينية فعليا في هذا اليوم المقدس لدى الشعبين. عندما بادرت روسيا بهذه الهدنة هي كانت تقصد بالمرتبة الأولى حماية المدنيين الذين يحتفلون بشكل عام وبكل عام بهذه المناسبة الدينية سواء كان في روسيا أو في أوكرانيا. ولا ننسى أيضا بأن المعارك لا تشمل فقط المناطق الأوكرانية، إنما المناطق التي ضمتها روسيا إقليم دونباس على سبيل المثال وزاباروجيا. بالتالي هذه الهدنة كانت مراعاة المشاعر الدينية لدى الطرفين فقط وليس لدى الطرف الأوكراني. ولكن نعم ولكن البعض يتحدث سيدة لنا بأنه لم يكن هناك مراعاة للمشاعر عندما على رأس السنة وبالتوقيت الغربي كانت هناك أيضا احتفالات ولم تكن هناك هدنة. بالتأكيد لأن غالبية الروسية تتبع للتقويم الشرقي وخاصة المناطق التي ضمتها روسيا هي تتبع للتقويم الشرقي. غالبية الأوكرانية هي غالبية الأرثوذكسية أيضا تتبعون للتقويم الشرقي. وفق هذا المبدأ روسيا أعلنت الهدنة، ولكن يجب إعادة النظر في الموقف الأوكراني الذي رفض هذه الهدنة. كان يمكن أن يستغلها من أجل أن يسمح لشعبه بالاحتفالات بهذا اليوم دون أن يكون هناك أي صراع عسكري أو ضربات عسكرية من قبل روسيا أو من قبله هو نفسه على المقاطعات التي ضمتها روسيا. بالتالي نلاحظ أن حتى في هذا اليوم المقدس جرى بعض الإخراقات سواء كان من جانب الروسي أو من جانب الأوكراني. روسيا على الرغم من هذه الهدنة إلا أنها أعلنت بأن أي ضربة سوف ترد عليها، أي بمعنى حتى لو كان هناك ضربات روسية هي كانت مرتدة على الضربات الأوكرانية. إلى أي مدى لا تراه المشاعر الدينية التي يجب أن تكون هي بالمقام الأول المشاعر الدينية ومشاعر إنسانية والأخلاقية. ولكن حتى في هذا اليوم المقدس لدى الشعبين جرى ضربات عسكرية حتى من قبل الطرفين. إلى أي مدى يمكن القناعة أو الاقتناع بالتصريحات الأوكرانية وتحديدا فيما يتعلق بأن هذه الهدنة هي فقط لمحاولة إعادة التموضع وإعادة التمركز الروسي باتجاه عمليات أكبر بعد انتهاء هذه الهدنة؟ ولربما البعض أشار إلى الدليل بالتحشيد الذي حدث وانتقال الآليات العسكرية بشكل كبير تحديدا إلى بيلاروسيا، وبالتالي هناك
شكوك حول هذا الموضوع؟ بالنسبة لموضوع انتقالات الآليات العسكرية، هذا جرى قبل 3 أسابيع إلى حد هذه اللحظة، عندما كان هناك أساسا زيارة للرئيس الروسي إلى بيلاروسيا واجتماعه مع الرئيس البيلاروسي. بالتالي هناك اتفاقيات ومعاهدات دفاع عمل مشترك بين كلا البلدين. فما يجري الآن وفق التقاليد المعروفة، وفق المعاهدات المعروفة. أما في موضوع إعادة التمركز، لا يمكن أن نقول بأن روسيا استغلت هذه المناسبة ليوم من واحد أو ليومين لإعادة تموضع عسكري، وخاصة أن نحن في فصل الشتاء، فصل قار جدا، هناك صعوبة في تحرك الآليات. الأمر يستغرق أسابيع ولا يستغرق فقط أيام. أما بالنسبة لأن روسيا الآن تعمل على إعادة تموضع، هذا شيء طبيعي جدا، لأن التمركز في مكان واحد هو يضر بشكل أساسي في هذا المكان بالنسبة للجهود التابعة الجزئية وبالنسبة للآليات. هناك الآن صواريخ تمتلكها أوكرانيا هارمات هي قادرة فعليا على اختراق مباني وتفجيرها بشكل كبير. فما ذلك لو تحدثنا أن هناك عديد كبير من الآليات والجنود ومخازن الوقود. بالتالي ما حصل فعليا في عيد رأس السنة من ضحايا عدد كبير من التابعة الجزئية كان بسبب تموضع عدد كبير في الجنود في مبنى واحد. بالتالي التوزع في عدة مناطق هو أفضل وأأمن بالنسبة للآليات وبالنسبة لأرواح الجنود، وخاصة بأن موازين الأسلحة وتنوعها قد تغيرت على الأرض الواقع، وخاصة بعد أن امتلكت أوكرانيا الصواريخ قادرة فعليا على اختراق المدن التي يتمركز بها الجيش الروسي. فلذلك ما صرح عنه زيلينسكي يعني هو تصريح طبيعي ولا يمكن اعتماد عليه. بالتأكيد روسيا سوف تتغير استراتيجيتها العسكرية بعد ما امتلكت أوكرانيا أسلحة استراتيجية أيضا. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة الباحثة في العلاقات الدولية. لانا بدفان كنت معنا من موسكو.